حدث يعني قبل نحو 3 ساعات كان مفاجئا وصاعقا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وهي تمكن فصائل المقاومة من تفجير عدد من الكمائن من العبوات الناسفة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين، وتحديدا في نطاق منطقة الجابريات على أطراف المخيم. تحديدا في تلك المنطقة تمكنت المقاومة الفلسطينية، كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام، من تفجير ما يشبه بأنه حقل من العبوات الناسفة. تعرض الرتل العسكري خلال تنفيذ عملية مداهمة في تلك المنطقة لوابل كثيف من العبوات الناسفة، أدت لإعطاب آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالإضافة لانقلاب إحدى هذه الآليات العسكرية. صباح هذا اليوم أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود إسرائيليين، 2 منهم بحالة خطرة وحرجة للغاية نتيجة تفجير العبوات بالآليات العسكرية الإسرائيلية. خلال عملية ما بعد عملية التفجير استغرق الأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 ساعات لعملية إجلاء الجرحى وسحب الآليات المعطوبة من داخل مدينة جنين، واستدعى طيرانا مروحيا من طراز هليكوبتر إلى المنطقة، وأدى وقامت بتوجيه يعني النيران لتسهيل عملية تحرك القوات الراجلة على الأرض في إطار محاولة سحب هذه الآليات العسكرية، بالإضافة إلى توجيه طائرة مسيرة إسرائيلية ضربة صاروخية إلى الجنوب من مدينة جنين في محور انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية قرب بلدة قباطيا. هنالك تم استهداف مجموعة من الشبان الفلسطينيين، أدى ذلك لاستشهاد 6 فلسطينيين وفق وزارة الصحة الفلسطينية. 4 شهداء من بينهم هم أشقاء وإخوة استشهدوا في هذا القصف الصاروخي الذي مزقهم إلى أشلاء، ويعني البعض كان هنالك حقيقة صعوبة في التعرف عليهم وعلى هويتهم في نتيجة القصف الصاروخي المكثف. على الأقل 2 صاروخ تم استهداف المجموعة. طبعا المزاعم الإسرائيلية تقول بأن هذه المجموعة قامت بإطلاق النار وفق المزاعم الإسرائيلية، لكن لا تأكيدات فلسطينية حتى هذه اللحظة. مدينة جنين تشهد تطورا لافتا، سيما وأن نطاق العبوات التي تم تفجيرها بالآليات العسكرية الإسرائيلية هو ذات النطاق الذي قاد لأكبر عملية استهدفت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية أواخر العام الماضي. ويزعم جيش الاحتلال في بياناته المتتالية أنه قام وتمكن من تحييد عدد كبير من العبوات الناسفة المعدة مسبقا بالقرب من البنى التحتية، وأنه دمر عدد كبير من معامل تصنيع هذه العبوات في مدينة جنين. يحدث الآن هو ما سيشكل النقطة الفارقة، سيما وأن بعد هذه الضربات المتتالية التي تلقتها الأذرع العسكرية الفلسطينية إلا أنها تمكنت من إعادة الصفوف والتنظيف والعودة إلى ما يشبه باستخدام الكمائن كخيار فعال. مقاطع الفيديو المتداولة تظهر بشكل لافت أن القوة التفجيرية خالد